صخر عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديده سور ما شين سناء بيوتي. كنتمنى تكونوا على خير فوق ما كنتو كتشوفوا هاد لا فيديو هادي. اليوم ان شاء الله غادي نهضر لكم على زيت شجره الشاي ومدى فعاليته في مكافحه او محاربه حب الشباب. فين يمكن لكم تلقاوه، بشحال خديتو، واش نفعني ولا لا، هاد الشيء كله اللي بغيتو تعرفوه خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. اذا البنات على بركه الله غادي نبداو الفيديو ديالنا. كيف قلت لكم اليوم غادي نهضروا على زيت شجره الشاي ودوره في محاربه حب الشباب. غادي نهضر لكم على تجربتي الشخصيه، زعما واش لاق ليا ولا ما لاقش ليا. انا قبل ما ناخذ شي حاجه دائما كنمشي نقلب عليها، شفت بزاف ديال الفيديوهات، بزاف ديال اليوتيوبر شكروا فيه، درت غوشيرش عليه في جوجل. المهم كنحاول ما امكن نجمع اكبر عدد من الناس اللي كيشكروا لي ديك الحاجه عاد باش كنزعم انني ناخذها. اول حاجه كيف كتشوفوا معايا انا واخده زيت شجره الشاي ديال لا مارك اوريفلام. كنت غادي ندير واحد الكوموند من هاد لا مارك هادي، وشفت عندهم هاد الزيت وقلت انا غادي ناخذه غناخذه، علاش لا اللي ما ناخذوش معاهم ما دامت غادي ندير هاد الكوموند هادي. فعلا خديته من عندهم، كان الثمن ديالو في ديك الوقيته جو بونس واحد 65 ولا 62 درهم، المهم في هاد الحدود هادي. اول حاجه غادي نهضر لكم على الباكاجين ديالو بعدا ولا الشكل ديال القرعه ديالو. الحاجه الاولى وهو ان القرعه صغيره بزاف، اكثر من القياس، يلا فيها 10 امال. الحاجه الثانيه اللي ما عجبتنيش في هذه القرعه هذه وهو انه ديك البلاصه اللي غيتخوى منها الزيت واحد الفتحه اللي هي صغيره بزاف، واحد العين صغيره بزاف. نحاول نقرب لكم باش نوريكم الا شفتوها معايا، ديك العين للوسط ما كيهبطش منها الزيت وانما كيهبط من الجناب ديال القرعه وكيتكب واحد الكميه كبيره، وهذه واحد القضيه اللي ما عجبتنيش. الحاجه الثالثه اللي ما عجبتنيش وهو انه هاد الزيت هذه فيها الريحه ديال لانكول مجهده بزاف يا البنات. ما عرفتش واش هذه هكا كتكون الريحه ديال زيت شجره الشاي، لاني ما سبقش شميت شي نوع اخر، ولكن هاد القرعه هذه بالضبط، هاد النوع هذا اللي خديت من لا مارك اوريفلام، في ريحه ديال لانكول مجهده. ان فوا كتحل القرعه كتعطي ريحه لانكول. دابا غادي نجو المساله المهمه واللي هي واش فعلا والمني هذا الزيت ولا ما والمنيش. في رايي الشخصي انا وكنعاود نقولها وكناكد عليها بانني ما جربتش شي زيت ديال شجره الشاي ديال شي مارك اخرى، جربت فقط هذا ديال لا مارك اوريفلام، ما عجبنيش البنات. جربته انا، سمعت البنات كيقولوا بانه الماكسيموم واحد 3 ايام الحبه غتبدا كتصغار وتبدا كتكرم. انا درتو النهار الاول، حسيت بانه ديك الحبه وكانها تغدات عليه، بدل ما كانت صغيره وما دايراش الراس، لا هي كبرات ودارت الراس النهار الثاني. قلت لا ما يمكنش، وكاع الناس شكروا فيه، انا بوحدي اللي غادي نعيب فيه؟ لا غادي نصبر عليه، ربما باقي ما عطيتوش حقه. صبرت النهار الثاني لقيت بانه ديك الحبه غاديه وكتكبر، ومع ذلك قلت غادي نزيد نديرها النهار الثالث. النهار الثالث لقيت ماشي غير ديك الحبه وانما بدا كيخرج ليا حب اخر حداها. غيقولوا لي شي بنات انت ما صبرتيش عليه، غيطلع لك كاع الحبوب اللي في وجهك ومن بعد غيداوي وهذا الشيء. غادي نقول لكم بصراحه، انا النتيجه لما بانتش ليا من نهار الاول الثاني الثالث ما عندي ما ندير به. انا بغيتو يبري ليا ولا ينشف ليا داك الحبوب اللي كاين، ماشي يزيدني حب اخر. اذا البنات بالنسبه للراي الشخصي، الا كنتو غادي تاخذوا زيت شجره الشاي ديال هاد لا مارك هادي اوريفلام، ما عندكم ما ديروا به، لا القرعه ولا الحجم ديال القرعه ولا الثمن ولا حتى الفعاليه ديالو، حتى شي حاجه ما كتستاهل انكم تخسروا فلوسكم فيها وتضيعوا وقتكم فيها. الا كنتو غادي تجربوا زيت شجره الشاي ديال شي مارك اخرى، اها، لانه انا قريت بانه عنده بزاف ديال الفوائد هاد الزيت هادي. للاسف انا قلت لكم جربت غير هاد لا مارك هادي. الا كنتو غادي تجربوا شي مارك اخرى مثلا غاسين فيتا ولا شي حاجه، ما كان حتى شي مشكل، ولكن هادي عن تجربه شخصيه ما كاينلاش تضيعوا وقتكم وفلوسكم فيها. اذا البنات بهكذا كتسالي الفيديو ديالنا ديال اليوم، بارطاجيت معكم رايي في زيت شجره الشاي لا مارك اوريفلام. كنعاود نسطر عليها البنات ديال هاد لا مارك هادي اوريفلام، لان بعض البنات فاش نزلت الفيديو ديال لا غوش بوزي ديال ايفا كلار ديو بلوس، قالوا لي بانها راه زوينه بزاف، غير ما صبرتيش لها، غير ما عطيتيش حقها، لا كيفاش ما وافقتكش. بغيت نقول لكم انا راه ما غاديش نخسر فلوسي في واحد الحاجه
وغادي توالمني ونون نطلع عندكم ونقول لكم راه ما والمتنيش، انا راه عطيتها حقها حتى ساليت تيوب كامله وما دارت ليا والو، ما وافقتنيش. راه كل بنت والبشره ديالها وكل بنت وذاتها، الا والمت شي بنات انا ما والمتنيش. واخر حاجه حطيت لكم هي ديال لوكاسيد، لوكاسيد غزاله بزاف والمتني. بعض البنات قالوا لي بان قشرات لهم وجهكم وجههم عفوا، وانا راه قلتها في الفيديو، قلت لك راه كتقشر الوجه، هي راه كتبغي الترطيب ثم الترطيب ثم الترطيب. ولكن عن تجربه شخصيه انا كنفضل لوكاسيد، لان لقيت على واحد النتيجه واحد الريزولتا اللي زوينه بزاف. كنتمنى الفيديو ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، كنتمنى نكون فتكم بشي حاجه اللي جربتها وعايشتها. بالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوا القناه ديالي، ما تنساوش انكم تابوناو بالضغط على زر سبسكرايب او زر الاشتراك، ما تنساوش كذلك انكم تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد مني. لايكيو الفيديو البنات، سلام فريوسكم، كنبغيكم بزاف، سلام عليكم.